السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيف محمد فتحي من قناتي على اليوتيوب. النهاردة ان شاء الله عايز اقدم لكم اجمل ولا اروع من كده فطيرة بالجبنة الشيدر. ممكن تعملها في الفطار في العشاء للاولاد، سهلة جدا جميلة وما تحتاجش فرن ولا اي حاجة، بتتاخد على الطاسة. وهنحتاج معانا ان شاء الله المقادير اهي قدام منكم. هنحتاج زيت 70 جرام زيت، 240 لبن، زبادي كوب زبادي حوالي 130 جرام، جبنة شيدر هنحتاج 200 جرام شيدر، ومعانا بيضة وباكو باودر وفانيليا وملح وفلفل، بصل اخضر، ودي هيتعمل هنعجن بيه على حسب العجينة، ساعات العجين دي بيشرب وساعات ما بيشربش. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. Brazil, dragi mei prieteni, astăzi o să faci pentru dumneavoastră o placenta sosioasă, delicioasă, foarte rapidă. Din placenta cu cașcaval o să am nevoie de ulei și lapte. Hai să zic câte ulei. Ulei 70 gram de ulei, lapte 240 gram, iaurt un bahar care face 130 gram, un ouă, braf de copt, un pachet, cașcaval 200 de gram, sare și pepăr, ceapă verde și făină după ochi până să faci coca, știi? Nici moale, nici tare. Hai să vedem. Am făcut الجبنة الشيدر ونعم كاشكافالو شابة فردة بصل الأخضر، حط الزبادي حط شوية دقيق شوية كده ونم عمبوس شفوينة نعم استكام بيك. دلوقتي حط واحدة بيضة ونم هو ولي ساريش بيبر ملح وفلفل، نقلب شوية دلوقتي هنحط اللبن ونعمل لبتة براف دي كوب هنبوش بيكنج باودر هنقلب كويس ونحط دي لغاية العجينة ما تشرب معانا. Așa trebuie să arată compoziția, nici moale, nici tare. Uite cum arată, super mișto. Vremea de luat احنا وصلنا كده العجينه تمام كده في ايدينا مش طريه ومش ناشفه. بس عامله ازاي تحفه، شايفين العجينه. دلوقتي هجيب شويه دقيق واحطه هنا كده. هنبوس فينا ايتشا شو لاسام استا ايتشا 20 minute، هنسيبها 20 دقيقه تريح نغطيها ونسيبها 20 دقيقة دوزتش منوتة سيرالاكسازا شي دبا
نابو كم لتر؟ مثلا 2 كوكا. دلوقتي هنحضر العجين ونفردها. دلوقتي احنا بنستريحها، ريحنا العجين، جرينا ريلاكسات، هنضيف الفرن العشرة، ونشيل العجين كله كده. نشيل العجين، نشيله كده كويس. نيجي نقفله من هنا. نيجي نقفله كده. حكومة يا ماستر عشاء غيز. غيز عسى يرى عشاء. سلوى ماستر عشاء. شايفين يا جماعة انا بقفل منين؟ دي التركة دي، ها تكاتك يا حركاتك. بصوا دي كده. احنا طبعا مجهزين مجهزين الطاسة على النار درجة حرارة متوسطة. وهنبص اتجاه الكوكتور دار سان كالزيش تومبيك، نيش طاري نيش مار نيش بيك. ودي العجينة بتطلع جميلة جدا، والعجين مستريح بيتفرد معايا في ثانية. ولا اروع من كده، ولا اروع من كده. نحطها هنا على جنب، نفرد الثانية. حاولي ما تحطيش عليه دقيق كتير، صنوب هنا مولت فوقينا بيد. يلا بينا على الطاس. هقوم امرجع من لاتي جاي. لاتي جاي يا ريتشا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبص اتجاه هقوم. شايفين يا جماعه اول ما بتطلع تنسى الريبيكا ايميليات كده سكوس. بص سكوس عشان شيميليات كوونتو دايت وونت بالزبده. يا جماعه اول ما بتطلع من على النار تدينا زبده داي وونت دي فاتسا. سباتر. يبقى ألف هنا وشفا. عشان بفتح هنا. شايفين يا جماعة ولا أروع من كده. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ ثم فرموسا فلاتشينتا. انت تستاهل. ايه الشباب؟ شايفين يا جماعة؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعامة دي؟ نجيب بقى الزبدة بقى. يا سلام يا حلاوتك.
ايه الجمال ده؟ ولا اروع من كده. اربع فطاير يستاهلوا بقك، للاولاد الصبح بالليل في اي وقت وفي اي مكان وفي اي معاد. شيل مال هنا. شايفين يا جماعة ايه؟ بتاعت لما ساويتا اسكم عراقا نيبونية استوى نيبونية بلاتشيتا نيبونية ايه؟ بونا وانتو ميلونات او ميلات خاصة الشبالتا حط الزبدة فوق الوش، الزبدة تحت وفوق، وتاكل بقى وما تقولش العدو عليها. شايفين الطعم عامل ازاي؟ شايفين البيتزا؟ ماما